تمثل القمة الحكومية منصة عالمية تجمع بين حكومات من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما تساهم أيضا في صنع شراكة حقيقية ناجحة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، والمواطن هو المستفيد الأكبر من هذه الشراكة. تزامنا مع القمة الحكومية أطلقت أكسنشر تقرير عالمي بعنوان المعرفة الرقمية، سلط الضوء على تنامي استخدام المواطنين للتقنيات الرقمية ورغبتهم في استخدام هذه التقنيات للحصول على خدمات حكومية. يحدث التقرير كيفية الاستفادة من التطورات الرقمية ويستعرض أهم الخصائص التي تميز الحكومات الرقمية الرائدة في العالم، كما أيضا يوضح الخطوات التي تضمن النجاح في مثل هذا التحول الرقمي.